والوفاء تحت عنوان اليوم لدينا البرهان وعليكم التصديق ترانيم جمال أصواتهم. فإذا ما كنت تبحث عن الإبداع على أن يغنوا لأن غزة اليوم تغني. الحفل اليوم هو في إطار اختتام فعاليات مشروع غزة تغني. هذا المشروع بدأه معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى في العام 2017. اليوم إحنا بنعطي فرصة ل 440 طالب تدربوا على الغناء والموسيقى في 11 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، إنهم يطلقوا صوتهم ويوصلوا لجميع أنحاء العالم بأنه أطفال غزة محبي للحياة. رسالتي ورسالة أطفال غزة ورسالة أطفال فلسطين إنه إحنا بنحب الحياة وبنحب نعيش بأمان، إحنا بنطمح إنه إحنا نعيش بسلام لحتى نوصل لكل العالم صوتنا، إحنا عندنا أحلام نتمنى إنه إحنا نحققها. غزة تغني بالرغم من الضيق، بالرغم من الاحتلال، من الحصار، من كل شيء صعب تعيشه، إلا أنه يحاول فك هذا الحصار بالغناء ليثبت للعالم أن الغناء هو سر الوجود، وليوصل أيضا رسالة للعالم عن طريق هذا الغناء الوطني والغناء العاطفي والغناء الترفيهي وكل أنواع الغناء، بأن غزة حية وشعبها حي